الناس اللي ما حضرتش المحاضره اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت احنا خلصنا شابتر 1 كله، وقلنا فيه اهم الحاجات اللي المفروض نخلي بالنا عشان نشتغل في العمل. اخر واحد يدخل يكتب الباب. المفروض النظام العام بتاع العملي في الترم الثاني النوتس بتاعتك هتبقى متقسمه لجزئين. عندك المفروض نوعين من البريبريشن، الاولاني هيبقى بوست جاكيت كراون، مش عايز صور، الاولاني هيبقى بوست جاكيت كراون وهيبقى تقييم 5 حالات، وبعدين البريبريشن الثاني تقييم 5 حالات. الترم الاولاني كان ممكن ان انت تعمل حاله وبعدين تيجي بعد كده تعادل التقييم، يعني لو انت واخد فقط درجه قليله ترجع تبدل ده مكان ده. الترم الثاني ما فيهوش الكلام ده. وانس ان انت دخلت في التقييم حتى لو انت عملت احسن منها مش هتتحسب لك. اول اسبوع تمام او اول اسبوعين ما فيش داعي ان انت تروح تقيم حاجه وانت مستوى ايدك لسه قليل. الحاجه الثانيه قلنا ان الناس اللي بتشتري السنان تبص على الدايمنشن ميزو ديستال السنان الانتيرور تمام؟ لو الافرج بتاعها من 6 ل 8 مللي تقدر ان انت تقيسها عند الراجل بالكاليبر، تطلب منه الكاليبر وتقيسها، وبالتالي تجيب علاقه بين الستونز وحجمها والسنان. لو لقيت السنان الانديرو اللي بتشتريها صغيره لازم تشتري ستونز صغيره. لو كانت السنان حجمها المعتاد اللي هو من 6 ل 8 واكتر شويه يبقى لازم الستونز تبقى كبيره شويه. تمام؟ ما حدش يدخل في قصه التقييم الا لما يكون اشتغل مثلا سكشنين على الاقل وبعدين يدخل بعد كده في التقييم. تمام؟ لما نيجي في الامتحان في اخر السنه ان شاء الله هنمتحن انهي بريباريشن؟ المفروض يوميها كل سكشن بيمتحن بريباريشن منفصل عنه. تمام؟ يعني انت وحظك يا اما يجي لك الاولاني يا اما يجي لك الثاني. اوكي؟ المفروض ان مش هيبقى زي الترم الاولاني في كتاب منفصل كده بتاع العملي، لا، نفس الكتاب النظري هو الكتاب العملي. المفروض ان انت وانس وصلت للتقييم هتروح للدكتور بتاعك يقيم لك، تكتب اسمك والكلام ده كله وتسيب الورقه المتقيمه جوه الكتاب. 5 الاولانيين والثانيين لغايه ان شاء الله يوم الامتحان العملي الفاينل. المفروض ان انت وانت بتمتحن هناخد منك الكتاب ونرجعه لك تاني. محدش يقطع ولا ورقه من النوتس بتاعك. اوكي؟ ومفيش حاجه اسمها تغيير التقييم، وانس قيمت هي دي الدرجه اللي بتتحط، حتى ايفن لو انت عملت واحده افضل منها. تمام؟ ولو انت خدت النص بتاعتك هتلاقي فيهم 5 ورقات للاولانيه للبريبريشن الاولاني و5 للبريبريشن الثاني. اوكي؟ طيب احنا المفروض المحاضره اللي فاتت خدنا الاول سامت بريبريشن واتكلمنا على اهم الاخطاء اللي بتحصل في المعمل. طبعا ناس كثيره جدا ما كانتش حاضره مش عارفه ليه. طيب احنا النهارده المفروض نبتدي في الشابتر الثاني هو الاكريليك جاكيت كرام. احنا طبعا عارفين ان الاكريليك طبعا سمعنا الاسم ده في كذا قسم، يعني لو دخلت قسم البروسيزس هتسمع فيه الكومبليت دينشر هيقول لك ان انت هتستخدم اكريليك ريزن. لو جيت دخلت قسم الاورسو هتلاقيهم بيتكلموا برضه اكريليك ريزن. لو دخلت اسم الكراون هتلاقيهم بيتكلموا على اكريليك ريزن. طب هل احنا كلنا نفس النوعيه؟ لا طبعا، كل واحد فينا ليه نوع مختلف. الاكريليك ريزن اللي بيستخدم في الكومبليت دينشر او بيستخدم في البارشال دينشر غير الاكريليك ريزن اللي بيستخدم في الاورسو غير بتاعنا. الفرق في الالوان والفرق في بعض المواصفات هنشوفها دلوقتي. المفروض ان الاكريليك ريزن دي ماده قديمه جدا من سنه 40 ولسه ما زالت مستمره، بس زمان لما ما كانش عندنا الصواميل كنا بنستخدم الاكريليك ريزن ان احنا نعمل بيه جاكت كراون. وده كان يعتبر هو الاسيتيك ريستوريشن بالنسبه لعلم الكراون. كانت ليه بعض المواصفات، اولا كان من السهل جدا ان انت تعمله زي الطريقه اللي انت خدتها في البروسيس انك بتحط البوليمر على المونيمر وبتبتدي تعجنه، وبطريقه معينه هنشوفها دلوقتي بنعمل له كونستراكشن. مشكلته الحاجه الثانيه الكويسه هو ثمنه مش غالي، يعني الاكريليك من المواد اللي ثمنها قليل. الاستاتيك بتاعه هو اكسبتد، بس امتى؟ اول ما انت سعادتك تعمله النهارده وفي خلال ساعات او بكره او بعد بكره، لكن بعد كده الاستاتيك بيبقى سيء جدا. عندنا كمان ان هو ليس لايبل تو فراكشر. طبعا احنا واخدين ان اي ماده داخل فيها بولي ميثايل ساكريليت دي معناها ماده داخل فيها اورجانيك انجريدنت، ده معناها ان قصه الفراكشر دي ما بتجيش الا في المواد اللي بتصنف بريتل. يعني لما نيجي ناخد مثلا ستريس سترين كيرف في ماده بريتل، اخدتوا الكلام ده طبعا في الماتيريال، المفروض
العلاقه بين الستريس والسترين بتوصل لمسافه صغيره وبعدين بيحصل بعدها الفيلير. لكن في المواد اللي بيبقى الفيلير بتاعها بعد شويه يعني بياخد شويه في الستريس سترين كيرف، ده معناه ان دي داخله في البوليمرز، يعني معناها الليابيلتي فراكشر بتقل. ده الكلام ده موجود في الاكريليك ريزن. طيب ايه المشكله اللي خلتنا ان احنا نحول من الاكريليك جاكيت كراون الى البورسلين جاكيت كراون؟ نمبر 1 اكسسبيلتي، طبعا هي ماده ضعيفه جدا. لما كنا بنركب للعيان اكريليك ريزن جاكيت كراون كان بعد شويه نتيجه الاكل او القطع كان الاكريليك ده بيتاكل. طبعا تقدر تدربه هو في البروسيس، لو جبت سن اكريليك ريزن جبت واكس نايف او واكس كارفر بتكون بس مسنونه شويه، لو قشطت كده تلاقيه بيتقشط معاك، ده معناه ان الوير بتاعه كتير جدا. المايكرو ليكج طبعا دي ماده اكريليك ريزن عندها خاصيه الانوبيشن والسايلاريز. يعني ايه الانوبيشن؟ يعني لو حطيتها في وسط فيه ميه تشرب الميه، حطيتها في وسط فيه جاف بتفقد الميه. نتيجه القصه بتاعت اكتساب الميه وفقد الميه ده بيؤدي ان بيحصل ليكج عند الماجر. المشكله الكبيره احنا اساسا بنستخدمه ك جاكيت كراون، يعني بيستخدموه في السنابي الاماميه، يبقى المفروض ان هو الكلر بتاعه ده يبقى ممتاز جدا. لا، مشكله الاكريليك ريزن اللي لقيناها ان انت بتعمل مثلا طربوش النهارده من ماده الاكريل، يجي البيشن يشرب مثلا كوبايه شاي فتلاقي الاكريليك ريزن بقى لونه براون. طيب شرب عصير فراوله بعد شويه بقى لونه احمر شويه، كل لون هو بياكله هو بيتعامل الاكريليك ريزن لانه بيمتص الماده اللي هو بيشربها، وبالتالي بيحصل له ديسكلريشن بيتلون بلون الماده اللي هو العيان بيشربها. وبالتالي دي كانت مشكله كبيره جدا، لان احنا اصلا بنعالج اساتيك، اذا كان هو اصلا كل شويه بيتلون بلون يبقى ده معناه ان هو نوت اكسبتد. طبعا لما كانوا بيحبوا يمثلوا افلام ويطلعوا واحد مثلا سنانه بقى بيجيب دفه والكلام ده، كانوا بيستخدموا ماده الاكريل وكانوا بيعملوا لها انوبيشن بماده مثلا حمراء وبعدين يبتدوا يصوروها، فتبان طبعا كتره الانوبيشن بتاعها وعلى حسب الساتوريشن بتاع اللون اللي هو عايزه. المشكله الثانيه الريديشن تو جينجيفا تيشو. طبعا احنا قلنا ان هي ماده مكونه من بولي ميثايل اكريليك وفيها مونيمر. خدتوا طبعا الكلام ده برضه في دينتا الماتيريال، ان اي ماده اورجانيك بتمتلك حاجه اسمها الفري راديكال. الفري راديكال ده حاجه بتبقى مش كونتاكت مع السايكل بتاعتها، وبالتالي الفري راديكال ده هو اللي بيعمل انفلميشن للجينجيفا وبعد كده يدخل فيه الفردونتال ريديشن. لهذا السبب ابتدينا نغير وسبنا من الاكريليك خالص ودخلنا في البورسلين جاكيت كراون. طبعا قالوا ان ماده البورسلين دي ماده تعتبر ماده ريسل والكلر بتاعها بيعتبر ممتاز جدا، وزي ما انت شايف هي ماده ترانسليوزا، وممكن ان انا اغير اللون بتاعها على حسب ما انا عايز. يعني ممكن احط لها بيجمنت اقلبها مثلا لونها دامي. طبعا احنا عارفين السمنه في الوضع الطبيعي مش كلها لون واحد، بقسمها طبعا الى سيرفايكل والى ميدل والى انسايزر، والمفروض ان اللون بيختلف من كل تلت في سنه مختلف. وبرضه لما بيجي نعمل بيرتن للبورسلين بنقسم السنه الى 9 اجزاء، وكل جزء من ده المفروض ان انا بني اللون بتاعه عشان اقدر اجيب درجه اللون بالظبط زي بق العين. طبعا لو جيت بصيت ده طبعا المفروض ان البورسلين يعتبر هايلي اسيتيك مقارنه بالايه؟ بالريزن. طيب لو جينا بصينا على البورسلين ده كماده مكونه من ايه؟ طبعا في الموضوع ده هتاخدوه في الانترماتيريال بالتوسع بتاعه كله. نفس الشرح ده هتسمعوه تاني بس بطريقه ثانيه. هلاقيه ان هو مكون من ماده الفلتسبار ده بيمثل 90%، وداخل عندي اللي هي السيليكا، السيليكا طبعا نسبتها قليله، الكوالين لان ماده اوبيك ماده معتمه، فالمفروض ان لازم نسبتها تبقى قليله عشان عايزه اجيب الرزق في الاخر ماده تبقى هايلي ترانسليوزا. وطبعا البيجمنت دي عشان اقدر اتحكم في درجه اللون. طيب لو انا مسكت كل الحاجه من دي، ماده الفيتنس بار دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الاوكسايدز البوتاسيوم والالومنيوم والسيليكا، وطبعا دول محطوطين بنسب معينه علشان يبتدي يحصل ما بينهم نوع من انواع التفاعل، ودول اللي هم مسؤولين عن الترانسلوسنس، يعني هم المسؤولين ان يديك ماده شفافه. الحاجه الثانيه ان هم دول اللي بيعملوا ماتريكس او بيعملوا زي السكيلتون كده اللي بتدخل فيه كل الانجريدنت الثانيه. طيب لو جيت بصيت بعد كده على ان هي اهم صفه فيها
المرسل اللي انا هعمله، مش شرط ان انا اعمل بريزيرف فروم ويزاوت راوندنج. يعني ايه راوندنج؟ دي ماده هتبقى عامله بالظبط زي الرام المنادي. طيب انا عايزه ادخلها الفرن وعايزه اخرجها من الفرن او اعمل لها ابلكيشن من غير الاطراف بتاعتها اللي هي عامله ادابتيشن على المارجن ما تغير مكانها، تمام؟ يبقى لازم ما يحصلهاش راوندنج، يعني ما تبقاش عامله زي الصلصال. لو واحد فيكم مثلا مسك جزء من الصلصال وبعدين ابتدى هو يظبطه على حاجه، تمام؟ هيلاقي بيحصل راوندنج للاطراف بتبتدي لفوق. انا مش عايزه الكلام ده، انا عايزه ماده البوستر تقفل على المارجن، تمام؟ وتدخل الفرن وتخرج بنفس المنظر. يبقى انا مش عايزه يحصل ابدا عمليه الراوندنج ديت علشان الادابتيشن بتاعها. طيب هنضيف حاجه ثانيه تديني السترينس وتديني الترانسلوسنسي، يبقى لازم احط السيليكا. طبعا السيليكا لازم يتوفر فيها حاجتين، لازم تبقى بيور يعني ما فيهاش امبيورتيز ما فيهاش شوائب، ولازم تبقى فاين بارتكلز. طب ليه ما اجيبش لارج بارتكلز؟ لان كل ما البارتكلز كانت فاين كل ما يكون الريفليكشن بتاع اللايت في اتجاه واحد، لكن كل ما تكون البارتكلز كبيره بيحصل حاجه اسمها سكاترنج اوف ذا لايت، وبالتالي بيحصل ان اللايت ما بيبقاش سنجل ما بيبقاش موحد وما يدكش اللون اللي انت عايزه. يبقى لازم تبقى بيور ولازم تبقى فاين. الحاجه الثانيه ان هي بتديكي السكيلتونز اللي هتدخل فيه الحاجات دي كلها المنظر العام بتاعها. وطبعا مسؤوله عن السترينس، انا عايزه المفروض كراون ممكن وانا بعمل برزنتيشن يقع من ايدي فانا مش عايزاه يتكسر، يبقى هي المفروض المسؤوله عن السترينس. طيب بنفس الوقت انا هحط الكوالين، الكوالين دي ماده اوبيك وانا عايزه اطلع ماده ترانسليوسن. طيب ليه انت محتاجه تحطي كوالين؟ لان انا محتاجه تديني وركبل ماس. يعني ايه؟ يعني تديني ماده سهله التشكيل تبقى ليها وركبل ماس، لكن ان ذا سيم تايم ما احطش كميه كبيره جدا علشان ما تبقاش اوبيك. يبقى انا مضطره ان انا احطها عشان تديني حاجه اسمها وركبل ماس. اوكي؟ كمان react with other ingredients. طب المفروض ان هي الرياكشن ده يبقى امتى؟ المفروض الرياكشن ده لما ابتدي ادخل اعمل لها بيكنج في الفرن المفروض يحصل الرياكشن من كل الانجريدينت، ده كلام مطلوب. وهي بتزود الاوباستي عشان كده لازم نتحكم في البرسنتج بتاعتها، ان هي نيفر اكسيد 10% اذروايز الماده اللي هتطلع في الاخر هتبقى اوبيك. لكن طول ما احنا بنتحكم في نسبتها يبقى المفروض ان هي تديني ده من غير ما تزود الاوباستي. اخر حاجه بحطها هي البيجمنت. البيجمنت دي طبعا عباره عن ايه؟ لما تجيب اما انزل كده اتفرج على الكيت بتاع البوستن الاقي ان في الاولاني حاجه اسمها ايديتي بوستن، بعدين في انامل بوستن، في بادي بوستن، وبعدين في درج كامل كده اسمه بيجمنت. البيجمنت ده بتختلف من عيان للتاني. واحد عنده درجات بلاقيها زي علب المانيكير كده وكلها باودر. بلاقي مثلا درجات الاصفر بتتنوع بيبقى 0.1 0.2 عدد كبير جدا، وبعدين درجات الاورنج، وبعدين درجات البراونش، وبعدين درجات البلاك. طيب وبنعتمد ايه بقى في قصه البيجمنت دي؟ بعتمد على قصه البرايمري كارز والسكندري كارز. ان انا البرايمري كارز ثلاثه، لو انا حبيت اجيب اي لون سكندري اعمل ميكسنج بين لونين واجيب اللون الثاني. كل ده عشان اقرب لمين؟ علشان اقرب لنوع اللون اللي هو في بيجمنتيشن في بق العيان. يعني فلنفترض واحد عنده جنرالايز بيجمنتيشن على كل اسنانه مثلا والدرجه بتاعتها براون، فلما اجي انا اعمل مثلا كراونز على الانتيريور تيس يبقى لازم الكراونز دي ما فيها نفس البيجمنتيشن اللي موجوده على بقيه سنانه. ليه؟ عشان ما يديش مظهر ان ده حاجه ارتفيشال، يبان ان هو طبيعي. ممكن يبقى عباره عن اوكسايد من الايديوم فده يبقى يلو، او من الايرون للبلاك، او ان انا احط بعض الموديفايرز للكلر اعمل اضافات اخرى. يعني المهم في الاخر اوصل للفاينل كلر اللي انا محتاجاه according to the patient. طب هل كل الاقسام بتستخدم كلنا زي بعضينا نفس البوستن هو هو؟ يعني نفس العلبه بتوع البروسيس وبتوع الكلر؟ لا طبعا. عندنا في اربع انواع من البوستن. الهاي فيوزنج ده هو اللي كان مستخدم في الدنشر تيس، بس ده كان زمان. كان زمان كانوا بيعملوا الدنشر وكانوا بيعملوا السنان من البوستن. كانت المشكله الرئيسيه ايه؟ ان لما كان البيشن بياكل او البيشن بيتكلم السنان كانت بتخبط في بعضها فكانت بتعمل حاجه اسمها اوديبل ساوند، فده كان بيعمل انوايننج للبيشن جامد جدا. بعد كده دخلنا في السنان ان احنا نعملها بالاكريليك بريزم، تمام؟ ديبندنج على
ان الاكريليك لازم بيمتص بيعمل حاجه اسمها امبكتيريال شوك، وفي نفس الوقت كمان ان هو بيقلل من كميه الاسترسز اللي نازله. وبقى كل الترندز دلوقتي ان انتوا تعملوا سيتك اوف اكريليك كيس. اوكي الميديوم في يوزنج هو ده اللي احنا بنستخدمه في الكراون اند بيج، اللي هو بعمل بيه البورسلين جاكيت كراون. اللو في يوزنج بقى ده بستخدمه في الميتد كراون. هي العلاقه بين الهاي والميديوم واللو والالترا هي علاقه في درجه الحراره بتاعته. درجه الحراره كلمه فيوجن دي اللي هي بيكنج، يعني لما يتحول من الباودر والليكويد الى سوليد ماس او لسوليد ماس، المفروض ان التمبريتشر دي هي اللي بتقسم الكلام ده. في اللو فيوزنج ده بيستخدم في الميتال سيراميك. فيقول لك دايما ايه؟ لما تختار بورسلين في الميتال سيراميك لازم الفيوجن تمبريتشر بتاعه البورسلين تبقى لسه الميلتنج تمبريتشر اوف ذا ميتال. ليه؟ تفتكروا ايه السبب؟ ها؟ عشان ما يحصلوش ميلتنج. لازم نوع البورسلين اللي انا هستخدمه تبقى الفيوجن تمبريتشر بتاعته اقل من الميلتنج تمبريتشر بتاع الميتال، علشان لما ادخله في الفرن ما يسيحش هو كمان. المفروض ان انا عملت الميتال وعملت له وايت باتر ورحت عملت سكروينج وانفستنج وكاستنج ووصلت للفاينل فريم ورك، وبعدين ادخله احط عليه بورسلين يسيح. لا، يبقى المفروض ان الفيوجن تمبريتشر تبقى اقل. الالترا لو فيوزنج ده اغلى الانواع، بس ده ما بيستخدمش غير مع التيتانيوم. طبعا اخدت برضه في الديتا الماتيريال في الكلاسيفيكيشن بتاعت الالويز، يعني بنقسم النوبل الالويز يا اما داخل فيها نسبه من الجولد يا اما نسبه من البلاتينوم والبليديوم. وبعدين الفيس ميتال الالويز هم الكوبرت كروميوم والنيكل كروميوم. الترندز بتروح للكوبرت كروميوم عشان النيكل كروميوم مسكن الالرجي. والتقسيمه الثالثه هي التيتانيوم. المفروض ان التيتانيوم والتيتانيوم الالويز ده بستخدمه في كراون اند بريدج، بس سبيكه واحده اسمها تيتانيوم هم 6 الومنيوم 4 باندي، ولازم ليها بوستنج خاص بيها. ما ينفعش استخدم اي حاجه ثانيه لان درجه التيتانيوم بتبقى قليله، وبالتالي الفيوجن تمبريتشر بتاعه البوستنج لازم تبقى اقل من 850، وده ما بيستخدمش غير بس مع الايه؟ التيتانيوم. اوكي؟ طيب لو جيت بصيت للريكوايرمنتس بتاعه الدنتال بوستنج، انا محتاجه ايه الحاجات اللي موجوده في الدنتال بوستنج؟ اولا انا محتاجه تبقى الفيوجن تمبريتشر بتاعته قليله، يعني محتاجه ان الفرن بتاع البورسلين يديني درجات قليله، مش لازم اول درجه الحراره تبقى عاليه جدا وادخل على درجه الميلتنج اوصل ل 2000 و3000، مش محتاجه الكلام ده. محتاجه اعمل حاجه اسمها ريزيستنت تو سلامينج. يعني ايه كلمه سلامينج دي؟ يعني لما اجي احط البورسلين وهو عباره عن باودر ويتد ويز ووتر او عامله له ميكسنج بالووتر واديته الشكل بتاع السنه، لما ادخله في الفرن يخرج بنفس الشكل. ما يغيرش الفورم بتاعه، ما يغيرش الشكل بتاعه. كمان ما يتعرضش لحاجه اسمها دي فيتريفيكيشن. دي فيتريفيكيشن يعني ايه؟ يعني يحصل بعض التركيبات جوه وبعدين يتغير لونه ويبقى لونه طالع لون الملكي. اللون الملكي ده بالنسبه لي بيمثل لي مشكله. ايه المشكله دي؟ ان انا لما اجي اعمل له جليزنج باخد وقت طويل جدا، وبعض الاحيان بيبقى الجليزنج ده فاشل، يبقى فيري ديفيكولت تو جليز. ومحتاج يبقى عنده سترينث لان ده المفروض بورسلين جاكيت قوي، يبقى لازم يبقى قوي بحيث يتحمل الفرصه. هقول لك دلوقتي حاجه، يعني خليكي ماسكه السؤال واقول لك دلوقتي. اوكي؟ طيب لو جيت في البورسلين ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن باودر وليكويد. في بعض الكيتس بعمل ميكسنج ما بين الباودر بورسلين والديستنت ووتر، يا اما الباودر وعندي بيبقى فيه ميكسنج ليكويد اللي هو بسميه بروبايت لايكويد، يا اما ده يا اما ده على حسب الكيت اللي انت مشتريه. وبعدين باجي بعد كده ابتدي اعمل البوستن جاكيت كراون. هعمله ازاي؟ دلوقتي انا المفروض عملت بريباريشن انسايد ذا بيشن ماسك، وبعدين اخدت له امبريشن. خدت الامبريشن ده وبعدين رحت مشيت ديسميس ذا بيشن، وبعدين خدت الامبريشن ده صبيته وطلعت منه ضايع. الضاي دي عباره عن ايه؟ عباره عن ماده مصبوبه منها السنه، حاجه بتشبه السنه اللي انت عملتها وفيها البريباريشن. خلاص؟ وبعدين هاخد بقى الضاي دي هبتدي اعمل عليها البوستن جاكيت كراون. هعمله ازاي؟ هبتدي اجيب بلاتينوم فويل ماتكس، عباره عن ورقه بس هي معموله بالبلاتينوم فويل. وبعدين ابتدي اقطعها على شكل مربع متساوي الاضلاع. تمام؟ وبعدين هبتدي اعمل سنتراليزيشن للسنه كده،
وابتدي احط بحيث ان الكورنر ده يبقى في نص المسافه دي. اوكي؟ وبعدين هبتدي ارسم تو تراينجل هقصهم بالمقص اللي هما واحد هنا ميزل وواحد هنا ديستال. هقصهم اعلم عليهم بقلم واقصهم بالمقص. وبعدين ابتدي اخد اللي هو التين اللي فوق ده وبعدين اعمل له ادابتيشن بالتويزر وبعد كده اعمل له ادابتيشن بالفولشر. اوكي؟ بعد كده اخلي التو سايدز اللي هما يمين وشمال اللي هو ميزل اند ديستال خلي واحد اطول من التاني. واحد اطول من التاني. لما اجي الاثنين يتقابلوا مش هيتقابلوا كده. هيتقابل واحد اطول من التاني هيلف على التاني وبعدين التاني على ناحيه في واحده. زي اللي بيقفل علبه كده، ده بيتقفل على ده وبعدين كده اهو. المكان اللي هيحصل فيه الجنكشن ده هسميه تينر جوينت. اللي هو المكان اللي في النص ده اللي انا تنيت وعملت عليه الادابتيشن بالتويزر هسميه تينر جوينت. وبعدين بعد كده هبتدي بالتويزر وبالبولشر اعمل مور ادابتيشن واعمل كاتنج للاكزاس سيرفايكلي بحيث ان هو يبقى الشكل العام عامل كده. وبعدين بعد كده هبتدي اعمل ابلكيشن للبوستر اللي انا عملت له ميكسنج ويز يا اما ديستال بودر يا اما اللي هو الميكسنج جيل بتاعه واعمل له ادابتيشن بالبراش. اجيب براش كده انواع معينه واروح عامله ادابتيشن للبوستر بحيث تاخد نفس الاناتومي بتاع مين؟ بتاع الكراون اللي انا عايزاه. بعد ما ابنيه كله من البوستر اروح اجيب التويزر اشيل الماتريكس دي اللي هي البلاتنم بول ماتريكس وعليها البوستر واروح اجيب تراي ليها هولدر بالمنظر ده واروح حاطاه كده. وبعدين اشيل التراي كلها اروح احطها جوه الفرن. تاني؟ تاني. ازاي احنا هنعمل البوستن جاكيت كراون باستخدام البلاتنم فويل ماتريكس؟ هنبتدي نجيب البلاتنم فويل ماتريكس نقص منها مربع تمام متساوي الاضلاع. هبتدي احط الكورنر بتاعها ان ذا ميدل اوف ذا توز. وبعدين باجي ارسم هنا تو تراينجل ميزل اند ديستال وبعدين ببتدي افرغهم. ليه انا بعمل التراينجلز دي؟ عشان انا مش عايزه عند الانجلز البلاتنم فويل ماتريكس يبقوا فوق بعضيهم. انا عايزه السكنس يبقى 1 لاير بس. اوكي؟ وبعدين هبتدي اعمل ادابتيشن للانسايزر بارت اللي هو اللي فوق ده، قلت له ادابتيشن بالتويزر وبعدين بالبولشر. وبعدين ببتدي اطبق الميزل والديستر بس ما يتقابلوش في النص كده. لازم تبقى واحده اطول من الثانيه فالطويله تتطبق على الصغيره وبعدين تبتدي على ناحيه واحده. المكان اللي فيه جنكشن ده هيبقى ذا ميدل اوف ذا بلاتر اللي هو مكان تينر جوينت. بعد كده بعمل مور ادابتيشن للبولشر وده بقى اكستندد مثلا حوالي مثلا سنتي بعد السيرفايكال ايه؟ فينشنج لاين. هتبقى بالمنظر ده. تمام؟ بعد كده هروح اجيب البوست اللي انا عملت له ميكس على الجلاس سلاب وباستخدام البراش هبتدي اخده على الطبقات اللي احنا هنقولها دلوقتي بحيث ان انا ابني الكراون اللي انا عايزه ابنيه بنفس الدايمنشنز ونفس الحاجات اللي احنا عايزينها. وانس ان انت خلصت وعملت ادابتيشن وظبطتها بالمنظر ده هروح بالتويزر اشيل البلاتينم فويل وعليها البوست من على الضاي واجيب تري دي بتاعت الفرن فيها زي هولدر كده اروح حاطه البلاتنم فويل والبوستن على التري دي واروح مدخلاه جوه الفرن وابتدي اتعامل مع الفرن بعد كده. وانس ان هو يبتدي يخلص هيطلع بقى هيبقى ريجن وبعدين هبتدي اعمل له سيمنتيشن. طيب هنيجي نبتدي من الاول بقى ازاي احنا هنعمل الخطوات دي بقى بالترتيب تاني بالراحه بقى كده. هو احنا ليه اخترنا اساسا البلاتنم فويل ماتريكس؟ هل البلاتنم فويل دي هو نفس الورق الفويل اللي في البيت؟ لا طبعا. البلاتنم فويل ماتريكس دي اولا هي معموله بالبلاتنم وهي اساسا غاليه جدا لانها مصنعه من البلاتنم وسعره تقريبا زي سعر الكول. هي وظيفتها بتشتغل كتري كاري بوستر. يعني سعادتك لما تيجي مثلا تاخد امبريشن الجينيت ما ينفعش ان انت تعمل الجينيت وتحط في بق العيان يبقى فيه هولدر. ليه؟ عشان الجينيت ما عندوش سترينث كافي ان هو يتحط جوه بق العيان. فانت بتروح جايب التريز اللي هي الميتال وتعمل لودنج للجينيت وبعدين تحطه في بق العيان. نفس الكلام هي دي هتشتغل كتري تشيل البوستر تديك كمان
بالبرش بتحط وتدوس، يبقى لازم تديك سبورت، يعني مش معنى ان انت تدوس عليها تدخل معاك، لا المفروض ان انت يبقى عندك يونيفورم سيرفيس. كمان فاسيليتيت ايفن روتيشن، لما ساعدتك تدخلها جوه الفورم المفروض ان دي بلاتينم يعني ميتال، فهي جود كوندكتور اوف هيت. في الحاله دي هتتاكد ان درجه الحراره اتوزعت على كل الريستوريشن اللي انت شغلته. كومبنسيت فور بورسل كونتراكشن، دلوقتي ده باودر وليكويد، لما تدخل جوه الفرن هيحصل ايفابوريشن للليكويد، فالسايز بتاعها هيزيد ولا ايه؟ اكيد السايز هيقل، هيحصل لها كونتراكشن. طب لو طلعت من الفرن وهي حصل لها كونتراكشن، لما اجي احطها على الضال هتبقى دائت صح؟ يبقى لازم في حاجه تحصل بحيث ان هي ما تدقش، يبقى لازم حاجه تديك شويه اكسبانشن يساوي الكونتراكشن اللي حصل علشان تطلع بنفس السايز اللي انت دخلت فيه. مين اللي هيديك الاكسبانشن؟ هي البلاتنم فويل ماتريكس. يبقى المفروض ان البورسلين هيحصل له كونتراكشن، والكونتراكشن ده كومبنسيتد باي اكسبانشن اوف بلاتنم فويل. اخر حاجه هي السيكنس بتاع السيمنت، يعني سمك البلاتنم فويل ماتريكس هو نفس السيكنس بتاع السيمنت اللي انت لاتر اون هتعمل فيه سيمنتيشن، وبالتالي يبقى هي مهمه جدا. طب هي بيشترط فيها اربع حاجات، كل صفه من دي هيقول لك ليه. اول حاجه لازم تبقى انرت. انرت يعني ايه؟ انرت يعني doesn't have any chemical reaction with the posted ingredient. تمام؟ طب وافرض ان هي اتفعلت معانا، هل ممكن يحصل حاجه؟ طبعا اي chemical reaction يبقى فيه باي برودكت. الباي برودكت دي هتاثر لي على الترانسديوسنس اللي انا عمال احافظ عليه، يبقى المفروض تبقى انرت. طب تاني حاجه يبقى عندها هاير ميلتنج تمبريتشر. ليه؟ عشان ما تسيحش لما اجي احط عليها البورسلين. طيب لازم تبقى سبلايد ان سوفت شيل، طبعا انت عمال تعمل بيندنج يمين وتقص وتعمل ادابتيشن، لازم تبقى سوفت، ما ينفعش اجيب حاجه هارد واطلب منك ان انت تبنيها. تبني ازاي؟ ايزي ادابتيشن تو ذا دول، يعني لما اجيب الفرنشر وادوس عليها تبقى هي واخده نفس الشكل بتاع الدار. طيب هل البورسلين لما اجيب باودر واعمل لها ميكسنج ويز ووتر تمام واجي احطها على الدار، هجيب ايه الحاجه اللي انا هعجن على جلاس ستاك؟ خلاص هاجي استخدم حاجه من الاثنين، يستخدم برش يستخدم سباتولا، بس يشترط في السباتولا ما تبقاش معجن، لازم تبقى جلاس. ليه؟ عشان ممكن الميتال سباتولا يبقى في بعض الميتال اوكسايد فيها، فيحصل ان الترانسلوسنس اللي احنا عمالين نحافظ عليها تضيع. طيب لما جيت عملت الميكسنج الكوندنسيشن بقى، طبعا انتوا جيتوا في الامالجم قالوا لكم حاجه لطيفه جدا، ساعدتك لما كنت شرحت لكم الامالجم في السمستر الاولاني، قال لك انت تجيب باودر تحط عليه الميكسنج، بعد ما تعمل له ميكسنج بتجيب شاشه وبعدين تعمل سكويزنج عشان تطلع الازاز ميركوري. المهم قوي تتاكد ان الازاز ميركوري خرج، وبعدين عشان تتاكد زياده كمان وانت بتعمل كوندنسيشن اعمله على صوره انكريمنت، يعني حط طبقه وبعدين اعمل كوندنسيشن وبعدين اعمل طبقه ثانيه. وده الفرق ما بين الناس الشغل الاكاديمي وبين الشغل اللي هو واحد بيعجن كده واخد الامالجم كده زي ما هو وحطه جوه الكافيتي مره واحده. طبعا المفروض ان انت لما بتعمله على انكريمنت، يعني تحط طبقه وتعمل كوندنسيشن وبعدين تحط تاني وبعدين تعمل كوندنسيشن، فانت بتخلي الاكزاست ميركري يبقى اون ذا سيرفيس، في الاخر خالص بتشيله بالبولشن فبيبقى عندك ايفن سيتنس. احنا عندنا هنا مشكله الميه. الميه الزياده خرجها ازاي؟ طب انا لو سبتها تفرق معايا؟ اه طبعا وجود الميه معناها في بروزيتي هنا الفراغات دي البارتلز تحت البورسلين، ودي الازرق ده الميه. طول ما الميه موجوده يبقى في بروزيتي، طب البروزيتي تعمل ايه؟ تعمل اوباسيتي. طب والسترينس تخليه قليل. طب وكميه الانكماش لما بتحصل كونتراكشن يبقى عالي قوي. يبقى انا لازم اسحب الميه زياده. ليه؟ عشان تتحول لايه؟ عشان تعمل لي تحسن لي السترينس، تقلل من وجود البروزيتي وتقلل من الشرينكج اللي هيحصل. طيب لما انا اسحب الميه شكل البارتلز بقى عامله ازاي؟ ركز في الصوره شويه. ادي اول سحب للميه. لما سحبت الميه
ابتدت الحته اللي فيها الكوزيتي ابتدت تقل، البارتكلز ابتدت تحصل حاجه اسمها اجلوميريشن، والستنس هيبقى ازيد من المرحله الاولى. طب لما اشيل ميه زياده حصل مور اند مور اكيوميشن للبارتكلز، وده معناه الستنس. طب كمان زياده تمام، يبقى انا المفروض ان انا محتاجه الميه او الووتر جاست تو ميك ا وركبل ماس، بس اول ذيس ووتر افكتد الستنس والبوزيتي والكونتراكشن. يبقى انا محتاجه اشيل كل الاكسس ووتر عشان اوصل في النهايه ليه؟ ان السطح يبقى كده عامل كده ما يبقاش فيه بوزيتي، لان البوزيتي دي هتترجم بعد كده في الماده على حتت فيها اوباسيتي. فانا عايزه الاقي الماده هيموجينس ما يبقاش فيها بارتس فيها اي حاجه من الاوباسيتي. طب في طرق معينه اقدر اسحب بيها الاكسس ووتر احنا عارفينها؟ في طرق كتيره جدا. في طريقه اللي هي طريقه الفايبريشن. ازاي؟ ان انا بجيب البرش اعمل ابلكيشن وبعدين ببتدي اروح عامله فايبريشن بسيط كده، فالفايبريشن ده يطلع الاكسس ووتر على السيرفس. او طريقه الاسباتوليشن. الاسباتوليشن دي عباره عن ايه؟ ان انا بحط بالاسباتولا بلس وبعدين ادوس فيطلع الاكسس، اجيب بقى الورق المشاكل اللي هو بتاع المعمل وابتدي اسحب الميه دي. يا اما طريقه الكابيلري اتراكشن ان انا ابني وبعدين اجيب الباودر اللي هي وزاوية اني ميكسنج اروح حطاها بحيث ان هي تسحب الميه من الحاجات الويتد وبعدين بالبرش اروح شايلها. يا اما طريقه الجرافيتيشن ان انا ببني البوستر وبعدين بخليها اب سايد داون فالووتر بتنزل بتاثير الجرافيتي وبعدين برضه بروح منشفها باستخدام الورق اللي هو الايه بتاع المعمل. طيب بعد ما خلصت قصه الابلكيشن المفروض اروح عايزه احوله من ماده تمام عباره عن باودر وليكويد الى ماده تتحمل درجه الحراره. لازم اروح طبعا في انواع من الافران في المعمل مختلفه. ده فرن بوستن. فرن البوستن المواصفات اللي فيه انت طبعا بتروح مكتوب لك ان ده بتاع بوستن بس، ما يقبلش اول سيراميك ما يقبلش اي حاجه ثانيه. اوكي؟ لازم درجة الحرارة اللي فيه تترفع جرادولي، يعني سعادتك بتختار البروجرام بيبقى مكتوب كده جنبيه شارت كده البروجرام 1 فور كذا، بتختار بتلاقي ان درجة الحرارة فيه بترتفع جرادولي. ما ينفعش ترتفع مرة واحدة، ليه؟ ليه مثلا لو انا عايزة درجة حرارة مثلا 960 ليه ما اظبطش الفرنس على 960 وادخله مرة واحدة؟ يحصل ايه؟ كسر. دخلتوها في الدنتال ماتيريال. كسر صح؟ هيتكسر ليه؟ مسألش. انا عايز اعرف ليه بقى؟ اسمها ايه الخاصيه دي؟ اسمها ايه بقى الخاصيه؟ اسمها ايه؟ يعني لما تاخد ماده وتحطها صدري على درجه حراره عاليه جدا تكسر اسمها ايه؟ خدوها تكسر حاجه اسمها هيستيريزيس. خدتوها انت خدتوها انا قريت الكتاب بتاعش انا على فكره الكتاب الدنتال ماتيريال بتاعكم عندي نفس الكوبي نفس اللي انتوا بتاخدوه لان احنا ماشيين مع الدنتال ماتيريال بالتناسق احنا ما خدناش ارانكم اصلا الكتابين عندي على فكره انتوا لازم تكونوا فاهمين ان كورس الدنتال ماتيريال اصلا بتاخدوه علشان كل المواد بتاعتنا بتاعت اسنان مبنيه على الماتيريال الاسبوع ده لسه الاسبوع ده ولا انتوا بتفكروا انا ما خدتش كومبوز الترم ده طب يعني انتوا عايشين في الترم ده امالجم بس المفروض هتاخدوا امالجم واكس مش كده؟ امالجم واكس وكومبوز وفيه هتاخدوا الوان على فكره كتب الدنتا المدينه دي مهمه جدا محدش بعد ما يخلص الكورس يفكر يرميها تمام؟ لان انت هتلاقي نفسك في سنه رابعه ومحتاج ترجع للسيمت اللي انت كنت واخده في الدنتال ماتيريال تمام؟ ما محدش اول ما يخلص يروح كامل كتب وخلصان منها يعني. انا عارفه ان انت هتنزل. طيب احنا بنسمي الفيوجن بتاعت الباركنز اللي انت تحول الماتيريال اللي هي عباره عن باودر وليكويد الى ماده هارد بنسميها عمليه السنترنج. نسميها ايه؟ سنترنج. طيب انا عندي في ستيجز في الفايل يعني عندي مراحل برضه في الفايل يا اما تشتغل على حاجه اسمها لو بيست ستيج ده لو عايز بلس ريتش او ميديوم او هاي. اختلاف الحاجات دي كلها بتيجي مع الفرن ذات نفسه في البرامج اللي بتبقى جايه معاه. يعني بتدخل اي معمل هتلاقي الافران شكلها مختلف. في افران خاصه بالبوستنج
في افران خاصه بالاكريل، في افران خاصه بالسيراميك، وفي حاجات كتير جدا مختلفه كلها مجموعه افران تقريبا 90% منها تبقى خاصه بقسم البرايم. اهم حاجه تعرفها ان انت في عندك اللي هما اللو والميديوم والهاي، وعلى حسب انت هتعمل ايه. طيب فنفرض ان انا دخلت الفرن وخرجت، الدكتور اللي كان بيسال على الجليزنج، ايه الفرق بين كلمه فينيشنج وجليزنج؟ طبعا في حد بيقرا، اتخذته طبعا في هتاخدوها في الاوبت الباب، ان انت بتعمل فينيشنج للاباردو وفي الاخر خالص بتعمل حاجه اسمها جليزنج. طيب الفينيشنج معناها ايه؟ فينيشنج معناها ان انت بتعمل ريموف اوف اني ريجولاريتيز تو جين اسموث سيرفيس، احصل على سطح سموث، تمام؟ لكن كلمه جليزنج ان انت بتعمل موديفيكيشن اوف ذا سيرفيس تو هاف ا لاستر وان. لاستر يعني ايه؟ يعني سطح لامع. زي بالظبط اتنين بيحطوا طبقه مانيكير، واحد بيحط الماده الاساسيه مانيكير، والتاني بيحطها بيحط بعديها جليز. فلما تيجي تصور الصوره دي وتصور الصوره دي، فتلاقي دي الريفليكشن بتاعها احسن من دي اللي فيها الجليز. ليه؟ علشان الريفليكشن اوف ذا لايت. اوكي؟ طيب احنا بالنسبه لنا عندنا كم نوع من الجليز؟ الدكتوره كانت بتسال يعني ايه جليز؟ تمام؟ عندنا نوعين، يا اما بعد ما بيطلع البورسلين كرام عايزه اديله الشكل اللي هو اللاستف اللي هو بمعنى اصح اللمعان بتاعه، تمام؟ في طريقتين، يا اما باخد البورسلين ده وارجع على الفرن تاني واعمل برنامج اسمه اللي هو الاوتو جليز، ده مثلا برنامج نمبر مثلا 7، وادخله تاني واعمل له دوره فايرنج تاني، خلاص؟ فيحصل ايه؟ الانجريدنت اللي انت حاططها دي هيحصل فلو للاوتر لاير، تمام؟ ويطلع لك الطبقه اللي انت عايزها دي. يا اما الحل الثاني ان انت بقى تروح على الكيت بتاع البوستن، هتلاقي في صف كده مكتوب عليه جليز بوست باودر، تجيب الباودر تجيب الليكويد وبعدين تعجنهم مع بعضيهم، تعملها ابلكيشن بالبرش، فانت خدها تدخلها الفرن وتعمل البرنامج بتاعك، تمام؟ يبقى في تو اوبشن، يا اما تعمل الاوتو جليز يا اما تعمل السيرفيس جليز. ده على حسب ايه؟ مثلا واحد عمل البورسلين دوت وبعدين راح في بق العيان لقى حاجات عاليه وحاجات مش مظبوطه، استخدم ارتكيليتنج بيبر وبعدين راح برد الحاجات الزياده، فالسطح اصبح فيه حاجات كثيره مش مظبطه، يبقى افضل ان انا اعمل السيرفيس جليز. تمام؟ لو لقيت ان العمليه محتاجه ان انا ادخل في الاوتو جليز ادخل، مفيش مشكله، يبقى ده اكوردنج للحاله بتاعتنا، المهم ان احصل على لاستر سيرفيس. طيب لو جينا قلنا هل البورسلين جاكيت كراون حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ هنشوف الحالات اللي ممكن يعالجها، بس خلي بالنا لما اجي اقول مثلا علاج حاله ما حدش يحلم ان هيوصل لاعلى من كده، بمعنى لو احنا قلنا ان البورسلين جاكيت كراون بيديك اسافيك كويس جدا، طبعا في اي ريستوريشن ممكن استخدمها كانديفيدوال ريستوريشن او كبريجن جينر، يعني كراون او بريج مفيش مشكله. طيب حالات الديسكالوريشن، لو جينا بصينا هنا في الانسايزر اتش، ده عيان كان عنده نوتش هنا وعنده ديسكالوريشن في الانسايزر اتش زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، كل مشكلته في الدنيا هو عايز يحل الديسكالوريشن ده باي طريقه، تمام؟ برغم ان هو ما كانش سموكر ولا حاجه، اضطرينا ان احنا نحول الكلام ده الى بورسلين جاكيت كراون، بس يشترط ان الجاكيت كراون دول يبقوا منفصلين، ما يكونش كلهم حته واحده، علشان لو حصل اني بروبلم ويز اني تولز كان ديل ويز. طيب الحالات الثانيه دي بيشنت عمرها 40 سنه كل مشكلتها في الدنيا ان هي وانس وصلت 40 اتش ابتدى يحصل ان ريسيشن للجينجمنت، وبعدين حصل حاجتين، حصل انكريز في الكونتور بتاع الابر وانكريز في الكونتور بتاع اللور، نتيجه الكونتور ده حصل فراح حصل اليفيشن للجينجمنت في الابر واليفيشن في الجينجمنت، دي عليت لفوق والجينجمنت الثانيه لتحت، فكانت النتيجه ان السمايل بتاعها بقت واسعه جدا في نفس الوقت عامله ريفليكشن لجزء المفروض ما يبانش. طيب الحلول المتاحه ايه؟ ان احنا اضطرينا نعمل لها بوست جاكيت كراون لكل واحد، بس كان في غلطه هنا في الحاله دي، الغلطه اللي اتعملت هنا ان كان المفروض السنان الانثيرور دي المفروض كانت تبقى اقصر من كده، لان احنا عارفين ان المفروض ان اللاترال تبقى اقصر من السنترال، اقل من المسافه دي، هنا حصل زياده في السنترال 1 ملم، بس الزياده دي ما كانتش مقصوده او ما كانتش محلوله بسبب ان احنا لما جينا رسمنا الكيرف اوف سبيد لقينا عندها مشاكل في البوستيرور،
ظبطنا البوستير وجينا في الانتيرو لقينا ان فارق 1 مللي اضطرينا نعملها كده بس كانت في ايروجيشن بتو اوبر سنتر. الحاجه الوحيده اللي طلعت في الحاله كويسه ان لما الكونتور ده قللناه لو تلاحظوا الجزء ده لما كان عالي ابتدينا نبرد منه زياده فقللت الكونتور وقللت الكونتور من تحت فكانت النتيجه ان الشفه دي قفلت لغايه ال1 سيرد تقريبا واللي تحت قفلت لغايه ال2 سيرد. كان نفسي جدا ان هي تقفل الشفه دي القصاد دي بالظبط يبقى وصلت للاستاتيك بارامتر لكن كانت الرابع مستحيلات دي كانت اقصى حاجه ممكن تتعمل لها. طب اقصى حاجه ممكن تتعمل لان احنا اخذنا من الكوندور مسافه كبيره جدا ما كانش في سنان بعد كده باقيه ان احنا نلعب عليها فاضطرينا ان المسافه دي لما جينا قسنا من اللي هنا لهنا المسافه دي وجينا قسنا المسافه دي لقينا ان السكسس كان في حوالي 80% لكن ما كناش نقدر نعمل اكتر من كده. دي كانت اعلى مراحل السكسس فيها يعني. ده بيشك طبعا المفروض الحالات دي لما بتيجي في الاوبرتيف كل الناس بتدخل تعمل طبعا كومبوزيت ريستوريشن ويستخدموا الاديزيف دنستري والنيو جينيريشن في الاديجن ولكن بتتعرض تاني السنان دي لفراكشر فالمفروض ان انت بعد ما تخلص تعمل لها بوست انجكت كراون وده يعتبر كفاينل كحل نهائي للقصه دي. معليه؟ هتستخدمي ترانسلوسنت سيمنت برضه. طيب ده عيان عنده مشكله مشكلته بكذا حاجه. اولا الليفل بتاع التيس ماشي ريجولر زي ما انت شايف النوتشز ماشيه برضه بنفس الطريقه تمام وكان الحلول المتاحه هنا ان انت لازم تظبط الدنيا دي على الزيرو. اوكي ده كان يوم بيجي على فكره ما كانش سنه كبير ابدا ده كان حوالي 23 او 24 سنه وكان عنده مشكله ان كل ما يتكلم يحط ايده على بقه يعني كل ما يتكلم يحط ايده على بقه لدرجه ان الناس افتكرت ان هو عنده مشكله معينه في ايده مش في اسنانه. وبعدين جينا بعد كده اضطرينا ان احنا حلينا الانتيرور باللامينيتس وحلينا اللور لان ما عرفناش نعمل لامينيتس في اللور لان كانت السنان صعبه جدا قلبناها لبوستنج جاكيت كراون في اللور والابر اشتغلنا باللامينيتس بس والحاله طبعا كان السكسس بتاعها كويسه جدا. اللامينيتس دي عباره عن عامله بالظبط زي ضوافر التركيب تمام ضوافر التركيب بنروح عاملين بريباريشن بس الليفيل وفي بعض الاحيان لو في ازمه بنعمل اكستنشن ميزل او ديستل وبنركب بس على الفيسنج بتاعت السن بتركب على الفيسنج بتاعت السن بس طبعا ليها ليميتيشن كتير جدا هناخدها بالتفصيل. هنا عندنا مشكله ان السنه دي اقوى من السنه دي وبعدين ماشيين كده زي ما يكون فيهم ايه مش ماشيين مع بعض. طب كان الحل ايه دلوقتي؟ الحل ان احنا كنا نبرد شويه من هنا بحيث ان احنا نسويه. طبعا عندنا مشاكل كتيره جدا في الليفل بتاع الكيس فاضطرينا ان احنا نشتغل في الانتيرو هنا باللامينيتس بس يعني برضنا كل ليجيال سيرفيس لكل الانتيرو كيس وقلبناها الى حاله بورستنج لامينيتس عشان نعدلها. دي حاله موجوده كتير قوي قوي موجوده كتير جدا حالات الرامبنت كيرز ما بتبقاش عارف هي المشكله فين بالظبط ولكن حاله زي دي ممكن تاخد لها 5 سنين من بتاع الفيكسد يقعد يشتغل فيها تمام؟ يعني ممكن مثلا حاله دي تديها السنه دي تخلص بعد 5 سنين. كل انواع اللي انت درستها في الكراون اند بيجو في الاوبرتوك والاندو والبريو كل اللي انت درسته ممكن تلاقيه في الحاله دي. طب حاله زي دي كان عندنا مشاكل زي ما انت شايف كده ودي الفاينل بتاعها بس دي استغرقت مننا 5 سنين واشتغل فيها 14 دكتور. يعني اشتغل فيها 14 دكتور في تخصصات مختلفة تمام عشان نوصل في النهاية الراجل شنبه اصفر للمنظر ده بعد 5 سنين طبعا. واحنا كنا بنشوفه على فكرة كل اسبوع مرتين كنا بنشوفه كل اسبوع مرتين مش مرة مرتين. طيب حلقات الدايس بقى لما نيجي في الكاميرا الفيديو كده يا جماعة ان انا ممكن اقفل الدايس كلمة اقفل الدايسمنت دي محدش يعتقد ان بتاع الفيكسد ده واحد ساحر ان اي واحد عنده سايدر او عنده دايسمنت ما بين الانتيريور تيس ان مش سهل جدا على واحد تخصص فيكسد يقفلها له.
في ريميديشن كبيره جدا جدا، في درس في يعني موضوع كبير جدا في السنه الرابعه تمام، اللي هو اللامينيت فينير وازاي تعمل التريتمنت بتاع البلازما. في حالات كتير جدا ممكن اكسبت التريتمنت، في حالات صعبه جدا ان انت تعملها. مفيش حاجه اسمها ان كل حالات البلازما احنا خدنا ان الفينير يقفلها تتقفل، مفيش حاجه اسمها ابسوليوت في الكلام ده. هنا كانت مشكلته الرئيسيه ان كان عنده تحت وفوق، يعني كان عنده فوق وتحت، وبعدين ما كانتش بقى ولا نقدر نسميها سنترال بلازما، ولا اقدر اسميها لوكاليزد، ولا اقدر اسميها جنرالايزد. ده كلاسيفيكيشن ما عرفناش ايه هو، يعني مش ماشي بوسيله واحده، هل هو ما بين السنان كلها، ما بين كل السنتين وسنه، ما كناش عارفين نسميه. طبعا دي الريزلت بعدها، واتعمل اللامينيتس تحت والليب، لو تخلوا بالكم الليب وضعها اختلف. الليب ذات نفسها بعد ما كانت كشفه اكتر من 2 سيرد من اللور انزيرو تيس اصبحت كشفه بس للانسايز الايج، وده يعتبر واحد من الاساتيك بارامتر، يعتبر واحد من الاساتيك بارامتر. يعني دايما بيقول لك ان الابتسامه الجميله هي الابتسامه اللي ما بتكشفش السنان اللور. في ناس لما بتيجي تضحك مثلا عندها حاجه اسمها دام سمايل. يعني ايه دام سمايل؟ لما بتضحك اللثه الشفه بتطلع فوق اللثه، فده بيسموها دام سمايل. دي مش من علامات الاساتيك برنسبل خالص، يعني دي بتعتبر اقل اساتيك برنسبل. ليه؟ لان لما بتضحك بتبان الجمزه نفسها، فده بيعمل ريفليكشن على الاضاءه اللي هي بتيجي على الوش، فبتقلل من الاساتيك بارامترز بتاعتها. فاحنا لما جينا هنا في الانزيرو احسن اساتيك ان الانسايز الاتش بس هو اللي يبان. كل ما السنان اللور تبان كل ما الاساتيك يقل، كل ما الاساتيك يقل. وحاول تجربها كده في صور وانت قاعد كده على الموبايل تتفرج عليها، ان لو كان الليفل عالي او اقل شويه فدي في اساتيك، لكن كل ما السنان تبان كل ما المنظر يبقى مش كويس. طبعا هتاخدوا حاجه اسمها الاساتيك بارامتر بالتفصيل. طيب هل كل الحالات اقدر ان انا اخدها وادخل على طول واقول انا هعمل فورس جاكيت كراون واشتغل؟ في حاجات كونترا انديكيتد ما في، لا يمكن تشتغل بورسن وانت عارف ان فيها الشروط دي خالص، يعني تطلع من دماغك الكلام ده. لو انا عندي اوكلوجن اتش تو اتش او عندي ريفرس اوكلوجن، من اول ما تشوف العيان قول له انا ما اعرفش اعمل لك البورس جاك كراون ده تماما. الاتش تو اتش والدي بايت، الناس اللي بتقفل البيب تمام، يعني معناها ان الانسايز الاتش بتاعت الابر بتوصل عند السيرفايكال مارشن بتاعت الدور، من رابع المستحيلات اللي انت تعملها بورسن. الحالات اللي انت محتاج فيها سترينث، ما تجيش مثلا واحد بقى يقول لك ايه طب ما انا عايز اعمل مثلا طربوش ورا وانا دكتور سنان والمنظر وبعدين يروح عامل لي بورسن من ورا. لا طبعا، المفروض ورا البايتنج فورس عاليه جدا، فالمفروض ادخل على الميتالز عشان تتحمل البايتنج فورس. انت محتاج اساتك ورا تعمل فيه ايه؟ مش محتاج. حالات السنتيز، السنان اللي هي بتبقى سنتيز بلاتل كونترا انديكيتد. البيشنت اللي بيلعب اي سبورت، طبعا اي واحد هياخد صدمه كده او يتخبط او كذا هيتكسر برضه. البيشنت اللي عنده باد هابت، انت بتلاحظ العيان طول النهار بقى قاعد يقعد في ضوافره وقاعد ياكل في قلمه كونترا انديكيتد. لو في اي حاجه ثانيه كونسرفتيف تقدر تعملها له عشان تبعد عن الريدكشن العالي اوكي، بس برضه لازم نبقى فاهمين ان البوستن جاكيت كراون بالرغم من الحالات اللي بيحلها، مش كل الحالات بتتحل بالدم. يعني هو بيحل عدد كبير جدا، لكن برضه لازم الدايجنوزس بتاعت الحاله هل هي تنفع ولا لا، لازم تاخد وقتك عشان تقرر ولا لا. ما ينفعش تروح جايب العيان انا داخل اعمل كذا، ما ينفعش. لازم تعرف هو انديكيتد ولا كونتر انديكيتد. اوكي؟ في اي سؤال؟ الدكتوره بتاعت الجليزنج كارتين؟ اوكي شكرا لك.